هل إذا وقع مسلم أو مسلمة في إثم يتوجب فيه إقامة الحد، هل إذا تاب هل إيه؟ إذا وقع مسلم أو مسلمة في إثم يتوجب فيه إقامة الحد، هل إذا تاب إلى الله توبة صادقة واعتمر وحج يسقط عنه الحد؟ وهل حدود الله تشملها المغفرة في الدنيا والآخرة؟ الحد لا يثبت إلا عند القاضي في المحكمة الشرعية أو ولي الأمر، وذلك بأحد أمرين، إما بالاعتراف والإقرار أو بشهود. اللي يثبت الحدود هو ولي الأمر أو نائبه، لكن من وقع في معصية توجب الحد فعليه أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب. نعم.